طيب الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. وبعد، الإخوة الطلاب، أول حاجة بنرحب بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في منبر التوحيد والسنة. منبر من البداية كده، ودائما حاجة بنكررها دائما، ما تابع لأي جماعة ولا لتنظيم ولا لمؤسسة ولا لغيره، لا حكومة ولا معارضة. المنبر بتاع التوحيد والسنة الغرض والهدف الأساسي منه توعية الطلاب، ناس طلاب يوعي في الطلاب أخوانهم، ده كل الغرض إن شاء الله، عشان بعدين ما يداخلوا بعض الناس وإنتوا كأنصار سنة وما أنصار سنة، ما في أنصار سنة، عاملين لحى ومتقصرين ليه؟ والله دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما حقت أنصار السنة، انتهى الموضوع. تمام. وشايف برضه في من قبيل ناس، يعني أول حاجة في ناس مبسوطين الحمد لله، دي حاجة بتبشرنا نحن وبتخلينا نشتغل لقدام إن شاء الله، والحمد لله شغالين لنا سنين. وفي ناس شايفهم محمرين ومكشرين، أول حاجة بنعتذر لهم ونقول لهم إن شاء الله المنبر ده منبر بتاع فرص، اسمه ركن للحوار والنقاش، عندك أي نقطة خالفتنا فيها ما في داعي يتحمر لنا، والله أخوانك في الدين وفي الإسلام، إلا تكون أنت بعد ذاك مخالف في الإسلام، ده في حاجة، لكن أخوانك نحن تيجي طوال تدينا نقطتك بكل احترام، دار تيجي تديها بعدم احترام ما مشكلة، دار تيجي تقول تنبزنا ما عندنا عاوية، إن شاء الله الفرصة مفتوحة وحبابك في أي وقت، أي نقاش، إن دار تناقشنا في ربنا تبارك وتعالى ما عندنا مانع، بالنا واسع جدا. دي أول حاجة حبينا نثبتها. تاني حاجة برضو دارين نثبتها للناس، إنه المنبر بتاع التوحيد والسنة إن شاء الله كل يوم ثلاثة بيبدأ من الساعة 2:30 بيستمر لحد صلاة العصر وأحيانا بعد صلاة العصر. تمام. الحاجة الأخيرة، الكلام ده كله مسجل، الكاميرا دي حق الطلبة، يعني ما الناس دي برا جايبين لنا برا إن شاء الله عشان ما يقولوا أنتم مدعومين وغيره بتاع. كل المحاضرات إن شاء الله والأركان اللي بتقام في جامعة السودان وغيرها من الجامعات للحابين يطلعوا عليها ويشاهدوها على شبكات التواصل إن شاء الله بتجدوها على اليوتيوب على قناة مزم الفقير 2 إن شاء الله تبارك وتعالى، أو على قناة أبو بكر أداب بإذن الله تبارك وتعالى، ودي مسميات بس لهذه، شنو لهذه الغنوات، أي زول حاب يطلع عليها إن شاء الله بيلقاه. بعد ذاك تاري ما ادخل لهم طوالي في الموضوع إن شاء الله، المنبر بعنوان العصيان في الميزان، ونحن تعمدنا هذا الاسم لأحداث دائرة الآن حاليا ودائرة الآن في الأمة الإسلامية، ألا وهي أحداث العصيان المدني السوداني. الآن مجموعة من مناضلي الكيبورد ومن مناضلي مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى غيره، تجمع كثير جدا من الناس اللي بياخذوا أحقاد على الحكومة وعلى غيره لممارساتها، طبعا المتفقين على إنها ما فيها من فساد وما فيها من ظلم، نسأل الله يهديهم ويصلح الحال. فتجمع كثير من الناس وعملوا هاشتاغات على تويتر، وعملوا كذلك بعض الشير وبعض الكومنتات في الفيسبوك، ونزلوا هذه الملصقات على وجوب العصيان في يوم 19 ديسمبر من الشهر الحالي. تمام. على إنه الناس ما تطلع للشغل ويكونوا قاعدين في بيتهم وما في زول يمشي يشوف شغله، ليه؟ عشان نحصل الحكومة لحد ما تخلي التصرفات اللي بتعمل فيها. طيب انتوا موقفكم شنو من الكلام ده؟ ده جايين نبينه هنا ان شاء الله تبارك وتعالى، ولعل اخونا عبادة جزاه الله خير ما قصر معاكم وبين لكم منو الورا النازل والهداف اللي هم ساعين لها شنو، والدايرين يوصلوه للناس شنو، وراكم الافكار دي، وراكم انه الناس ديل اصلا الشغل اللي بيعملوا فيها دي كلها لا القصد منه السودان ولا القصد منه الدين ولا القصد منه خدمة المسلمين، إنما لأغراض شخصية ولمشاكل ولأمورهم بيعرفوها برام، دي حياة سياسية حنبين لك إن شاء الله. طيب المسألة الأولى الدارين نبين للناس حكم العصيان. أول حاجة العصيان ده يعني شنو؟ العصيان يا جماعة هي الكلمة المخالفة أو الكلمة المعاكسة للطاعة، طاعة عكسها عصيان. طيب عصيان لمنوع؟ عصيان مدني لولي الأمر أو للحاكم، ودي أكتر نقطة بيختلفوا معانا ممكن فيها الأمة الإسلامية كلها. ليه أنتوا يا باندقون ومرات يقول لك يا علماء السلطان دايرين تطيعوا الحاكم وزليلين للحكام؟ تمام. كلام الرد سهل جدا، تمشي تقرا كتاب ربنا تبارك وتعالى، ربنا قال لكم شنو يا الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، يعني من اولي الامر منكم يعني حكامكم الذين ولوا عليكم الامر. تمام. كذلك في احاديث بلغت 100 حديث بل يزيد في وجوب الطاعة للأمراء وللحكام، بل أكثر من 100 حديث منعت الخروج على الأمراء وعلى الحكام وإن تعدوا وإن ظلموا. ليه؟ ذلك وأن مفسدة الخروج على الحكام وإطاحتهم أكبر من مفسدة شنو؟ الصبر عليهم. صح الصبر حار، ولكن الصبر عليهم أخف من مفسدة الخروج عليهم. طيب يا مولانا كلامك ده الدليل على شنو؟ الدليل على الواقع. مصر
أكبر ثورة في العالم العربي قامت. إلى الآن الأوضاع المصرية متردية، وانخفاض لسعر الجنيه المصري لم يعدله سبيق في تاريخ مصر كله. حصل الجنيه المصري بقى زيه زي الجنيه السوداني واحد، بعد ما كان ضعفه بقى زيه زي واحد. ليه؟ السبب شنو؟ الثورة المصرية. ليبيا أكثر الدول اللي كانت بتتنعم بالنفط بتاعها، وكان نصيب النفط الواحد لكل فرد من البلد 6 براميل يومياً. أنت عندك نصيب بتاع 6 براميل من النفط في ليبيا، الآن صار ما فيها قطرة نفط يتمتع بها الشعب لكثرة المشاكل ودخول التكفيريين وداعش وغيره، مشاكل لا ما قادرين نحلها. المثال الثالث سوريا. إلى الآن يا أخي ما سوريا الناس بيشحتوا في الجوامع بتاعتنا. سوريا الكام يمشوا من هنا العرسان عشان يمشوا هناك ويقضوا فيها شهر العسل وغيره، الآن السوريين بيشحتوا عندنا هنا في الجوامع، صح الله ما صح؟ أجابونا الجوامع دي شنو؟ ما لأنه طردهم الحاكم وشردهم. فأي حاكم يخرج عليه الناس أكبر مفسدة حتحصل إنه يسفك دماؤهم وإنه يقتلهم ويشردهم من البلد. عشان كده ما لأنه إحنا بنخاف من الحكام ولا لأنه راضين بهذا الظلم وبهذا الفساد المستشري وعليهم ما عليهم، نسأل الله الهداية، ولكن امتثال لأمر الله تبارك وتعالى ولأمر النبي عليه الصلاة والسلام وجايك له. فأنا قبل ما أخش إليك أديتك المقدمة دي عشان تخش معي في الجو. الموضوع ده مهم جدا وموضوع حساس بيمس ناس كتار، والفرصة مفتوحة إن شاء الله. اي زول حاب يناقش، عندك شبهه، عندك كلام عايز تبين حبابك طوال ان شاء الله، المنبر ده عامل انه لك انت، تمام؟ قصدنا في النهايه انه الناس تصل للحق. طيب اول حاجه يا جماعه، في نقطه انتوا لازم تفهموا، اي حاكم يولى على امر المسلمين واحد من اثنين، يا اما هذا الحاكم حاكم مسلم او هذا الحاكم كافر، صح ولا ما صح؟ طيب الحاكم المسلم الأمثلة عليه كثيرة دي ما بيختلفوا فيها اثنين، الحاكم الكافر ده الحاكم اللي بيجوز الخروج عليه. يبقى نحن ما بنقول الخروج ما بيجوز مطلقا، لا، ولكن إن كفر الحاكم أو أمر بالكفر أو منع الطاعات والواجبات كمنع الصلاة وغيرها، في حالة زي دي قد يكون الخروج عليه واجب. عرفت ليه؟ لأنه دين. لما نجينا في حتة ديننا بعدين بنقول له شنو؟ بنقول له هنا بعد لحد دينك كفاك، دي ممكن تخرج بعدها، وعندها شروط ثانية إن شاء الله ممكن نسرد عليكم إنه يكون في مقدرة على الخروج، عشان نحن ما ممكن بشر شايلين حجار وشايلين مرة وفاد نمشي نواجه لنا دبابات، ما بتجي بالعقل، صح؟ يبقى لازم يكون في مقدرة. الحاجة الثانية إنه الكفر يكون بواح، يعني ما يكون مسألة مختلف فيها، يكون كفر بواح واضح. قال الناس مثلا ما تصلي، تمام؟ قال مثلا كفر بالله سبحانه وتعالى، قال زي ما بيقولوا بعض الناس إن فعلنا في السودان بين قوسين المتصوفة ندعو غير الله، وسلام عليك يا كاشف الكروبي زي ما قال البرعي، وسلام عليك يا غافر الذنوبي. لما انتصل لدرجة زي دي في الحاكم يجوز لك بعدين انك تكفر الحاكم، ولكن بشروطه وبضوابط للعلماء بس. طيب الشرط الثالث كذلك من شروط الخروج على الحاكم الكافر هو وجود من يتولى منصبه. نحن يا جماعة ما ممكن نمشي نشوت مثلا فلان من الحكام ونقعد بعد ذاك متمحنين، يجي يحكمنا انه يجينا شيوعي يقول لنا ربنا تبارك وتعالى ما فو. في ناس من قبل بيسمعوا كلمة شيوعي دي بنطط عيونه، تخبوا مستغربين من شنو قاعدين معاكم في الجامعة بالمناسبة، ما قال لنا وين بعاد يعني برا؟ هنا في الجامعة دي. في الجامعة دي ممكن يكون فيهم ناس الآن موجودين في المنبر ممكن يجي داخلوا بعد الفرصة مفتوحة لهم ودخلوا، وأنا شخصيا ناظروني أو دخلوا لنا في بعض المنابر في جامعة النيلين، تمام؟ وفي جامعة الأهلية وفي جامعة الإسلامية ذاتها كمان دخلوا بعض الشيوعيين ودخلوا لنا جوا، قالوا لنا أنتوا غاشيننا بهذه النبوات وهذه الرسالات وهذه المعارف إيه؟ كله قال لنا كلام نحن محترفين به، تعالوا ناقشونا بالعقل واقنعنينا الله فيه. قال لي عدل كده بالواضح. وفي الجامعة دي برضو شيوعيين كتار جدا باسم الجبهة الديمقراطية، دي كلهم شيوعيين. أول سؤال عندك صاحبك شفته في الدفعة ولا في غيره تسأله وتقول لي أنت كده أول حاجة متفق معانا إنه ربنا فيه ولا ما فيه؟ أي جبهة ديمقراطية ده أول سؤال بنوجه له، أنت متفق معانا إنه الله ده فيه وإنه ربنا تبارك وتعالى أرسل الرسل ولا ما متفق؟ تمام؟ فده برضو كذلك من شروط إنه نحن نجد من يخلف هذا الحاكم أفضل منه. يعني ما ممكن نطلع الكيزان بيجاي نجيب الشيوعيين بيجاي، ما عملنا ايش والله، كمان زيد ناطين. ما ممكن نطلع الكيزان بيجاي وندخل انصار السنه بيجاي، والله طينا زياده كمان، تمام؟ ما ممكن كذلك نطلع برضو بيجاي الكيزان وندخل بيجاي علمانيين ولا ندخل مؤتمر شعبي، والله ما عملت ايش. اخير الكيزان والله، والله صحي اخير الكيزان من البلاوي عندنا الثاني دي. في ناس يقول لك يا زول ما مشكله نجيب لنا اي زول ان شاء الله يصلحنا من الجيش ولا من غيره ولا بتاع، نقول لك في حاله زي دي بعد ما يكفر الحاكم، بعد ما يكفر الحاكم وتوجد القدرة ووجود من يخلفه. وآخر شرط هو شرط وإن كان فيه خلاف لكن أيضا يعتبر شرط، أيضا كذلك عدم ترتب مفاسد. يعني ما تكون مفسدة إنه نحن نمرق الحاكم الكافر ده أكبر من مفسدة إنه نخليه، يعني ما تراخ فيها دماء وتسفك فيها أرواح. ليه يا جماعة؟ لأنه ربنا تبارك والنبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا وما فيها
أفضل عند الله وأحسن عند الله من شنو؟ من إسهاق نفس مسلمة أو من قتل نفس مسلم. فإسهاق النفس المسلمة من أعظم الكبائر، عشان كده لا بد شنو الناس ما تريق الدماء. طيب ده الحاكم الكافر. النوع الثاني من الحكام هو الحاكم المسلم. الحاكم المسلم، وركز معي في النقطة دي كويس، واحد من اثنين، يا إما يكون هذا الحاكم المسلم هو حاكم مسلم عادل، مثال النبي عليه الصلاة والسلام، مثال أبو بكر الصديق، مثال عثمان بن عفان، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، عمر بن عبد العزيز، غيرهم من شنو؟ من الصحابة، من السلف، ومن الخلفاء الراشدين وغيرهم، تمام؟ فهؤلاء كلهم حكام مسلمين عدول. دي ما في اثنين افتكر، ولا في ثلاثة ولا عشر ولا مية بيختلف فيه انه ديل مو بجوز الخروج عليه، ولا كيف يا ناس؟ في كان في عشان ما نمشي قدام ساي، ما افتكر في زول بيقدر يتفق معانا انه يجوز الخروج على عثمان بن عفان مثلا زي ما، لكن في ناس قالوا. عارف منو قال؟ سيد قطب، واحد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، قال أن الثورة التي قامت على عثمان بن عفان رضي الله عنه، تمام، هي ثورة من صميم الإسلام. تعرف الثورة اللي قامت على عثمان قامت على شنو؟ ناس زارين نصلوا للحكم، مجموعة من الأوباش من القبائل اجتمعوا ويتلموا على رأسهم الموت الأسود عبد الله بن أبي دؤاد، وكلهم تلموا كده مع بعض وعملوا الثورة ودخلوا لعثمان جوا بيته، وكان عليه رضوان الله ورحمة الله فاتح المصحف وبيقرأ، تمام؟ جضبحوه أو قتلوه قدام أسرته وقدام ناس بيته، بل وضربوا زوجته عليه رضوان الله وعليه رحمة الله. فلا بد تفهم ولا بد تعرف إن هناك برضو من المسلمين من يرى الخروج حتى على منو؟ حتى على الحكام العدول، حتى لو الحاكم عادل في بعض السياسيين بيروا يخرج عليه. ليه؟ بغرض السلطة. عشان كده السلف كان بيقولوا الخوارج زي السيد قطب، قيادي جماعة الإخوان المسلمين، الخوارج طلاب دنيا كلهم، الكيزان، الأخوان المسلمين في مصر في غيرها كلهم طلاب دنيا، هدفنا الوحيد الأساس السامي إنهم يمسكوا الحكم، ما عندهم هدف تاني خالص، وإن كان بعد ذلك تسموا بالإسلام وتسموا بإسلاميين ولا بغيره. طيب دي النقطة الثانية. يبقى المسألة الثانية وهي مسألة شنو اللي أنا كنت بتكلم لك عليها، مسألة إنه الحاكم إما مسلم وإما مسلم، إما عادل وإما ظالم. العادل ده بالتأكيد نحن متفقين ما بنطلع عليه. طيب يا حدي هنا ماشيين كويس، يبقى النوع الثاني من أنواع الحاكم المسلم، الحاكم المسلم الظالم أو الفاسد أو الفاجر أو غيره من الألفاظ. ده يا ما حكمه في الشرع شنو؟ النبي بيّن، وده من أعظم وأجل حاجة في الإسلام، إنه أي حاجة النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له، تمام؟ تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، تمام؟ لا يزيغ عنها إلا هالك. حاجة واضحة، الإسلام ده ما خلى لنا حاجة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، دين ارتضاه النبي وارتضاه لنا ربنا تبارك وتعالى، لا بد يكون شامل وكامل لكل تفاصيل الحياة من الدين والدنيا والآخرة، تمام؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الحاكم الظالم قال شنو؟ يعني لو تولى علينا حكام ظلام، شوف أنا حدي خمسة حديث، انت لو داير تمشي تطلع بعد ذاك انا بنصحك في مية حديث بيأيدوا هذا الكلام، انه الحاكم الظالم يصبر عليه. يصبر عليه ليه؟ لانه ما تسلط زي ما قال لك قبل اخونا عبادة، ما تسلط عليك الحاكم الظالم ولا جاء الا قدرا من الله. ليه؟ بذنوب الامة، بذنوب زي ما قال لك عن زي المصائب الماشية في الشوارع، نسوان عريانات كاسيات عاريات، زي البرعي يجيك يقول لك في قصد السلام مني، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام سلام عليك يا شنو؟ يا كشف الكروبي، سلام عليك يا شنو؟ سلام عليك يا غافر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم بيغفر الذنوب يا جماعة. سؤال موجه للصوفية، للبرعي، لغيرهم، لكل المؤيدين، هل النبي عليه الصلاة والسلام يكشف؟ برضو كذلك قول بعض المتصوفة بناديهم، بناديهم في كل قضية بناديهم، حيين ميتين بناديهم، دي الأولياء الصالحين. طبعا في ناس لما يسمعوا القصائد دي ما مصدقيننا، وأنا الليلة حرصت جدا يعني إنه أجيب يعني القصائد اللي بتقال فيها الكلام ده، تمام؟ كنا دايرين نجيب السماعة لكن بس شكله زول اتأخر، لكن ما مشكلة نشغله، وأي زول بعدين دايرة بنوريها له إن شاء الله. دي القصيدة اللي بيقولوا فيها بناديهم بناديهم. قلبي يكون حيب ناديهم ميتة أو حيب ناديهم، سامع الكلام ده؟ رازق يا رازق كل حي بناديهم، ميت او حي بناديهم. عرفت ليه الصوفيه بيدعوا غير الله؟ عرفت انه نحن الكلام ده ما جايب انه بعدين الماسي معه ممكن يجي نسمعه، لا ما في اي مشكله ان شاء الله.
تمام؟ يا رازق كل حي بناديهم، تمام؟ ده يا شيخه حي لحي او ميت بناديهم، قال بناديهم بناديهم. شوف هذا الشرك توصل بويل لهذه الطائفه وهذه الجماعه، وده الناس من بني جلدتنا واخواننا وعايشين معنا هنا. يبقى ما نستاهل بعد ده كله والناس ساكته على هذه الظلمات وعلى هذا الشرك انه يحل بين الفساد وانه تنزل بينا هذه البلايا والضنك وغلاء الازعار وغيره؟ ما نزلت والله غلاء الازعار ولا غيره الا بسبب شنو؟ الا بسبب هذه الشركيات والبدع والمعاصي المنتشره. يبقى الحل وحنجيه بعدين ان شاء الله لقدام بعد ما نبين الحاجات دي. طيب، فقلنا الحاكم المسلم الظالم لا يخرج عليه لحديث النبي عليه الصلاه والسلام. طيب يا مولانا دليلك شنو على الكلام ده؟ اول حاجه الدليل الاول حديث عن ابي عن حذيفه تقريبا في صحيح البخاري، قال ارايت جاء احد الصحابه للنبي عليه الصلاه والسلام فقال له يا رسول الله ارايت ان قام فينا امراء فسالونا حقهم ومنعونا حقنا، قال لنا جيبوا حقوقنا، جيبوا الضرائب اديناهم، جيبوا الزكوات اديناهم، ادفع الجمارك اديناه، جيب الجبايات اديناه، العوائد اديناه، حق المويه حق الكهرباء اديناه، جيب حق النفايات اديناه، في الصغيره في الكبيره بدفعوا قروش اديناهم، دي حقوقهم صح؟ قال لي فاعطيناهم حقهم. قال ثم قال له ولم يعطونا حقنا، رايت يا رسول الله ان قام فينا امراء فسالونا حقهم ومنعونا حقنا، لكن حقوقنا ما ادونا له، الازعار غلوا علينا، العيشتين بقت بجنيه وبعد شيء العيشه تبقى بجنيه، تمام؟ الرفع على الدعم الكان على المحروقات رفعوه وزادوا لنا اسعار وتكلفه الدواء، تعبونا وضنكوا المعيشه وغلوا الاسعار وفسدوا ما افسدوا وسرقوا اموال الشعب وعملوا وما ادونا حقوقنا ونحن بدينهم حقهم، نعمل شنو يا رسول الله؟ ده ما يهو الواقع ولا حاجه ثانيه؟ قال عليه الصلاه قال الصحابي فعرض النبي عليه الصلاه والسلام عنه، النبي طوالي قبل منه. ما النبي ما بيتكلم ساي، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، كان ما جاء الوحي ما بيفتي. فعرض عنه فسأله الثانية قال يا رسول الله أرأيت إن قام فينا أمراء فسألونا حقهم ومنعونا حقنا فما نفعل؟ فالتفت عنه النبي عليه الصلاة والسلام، أعرض طوال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فسأله الثالثة، فكان جنبه الأشعث بن قيس، كان قاعد جنب النبي، لما شاف إنه النبي ما داري يرد احتراما له وقام جراه قال لا أقعد أقعد خلاص النبي برد لك. قال فانصرف ثم التفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام وأشار إليه فقال له اسمعوا وأطيعوا اسمعوا وأطيعوا فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا، عليكم ما حملتم يعني شنو؟ يعني عليكم ما حملتم من السمع والطاعة، وعليهم ما حملوا من شنو؟ عليهم ما حملوا من أداء الحقوق إلى أهلها. يبقى الحقوق المانعين علينا دي حاجة يحاسبها بهم ربنا تبارك وتعالى، وحقوقنا او حقوقهم هم علينا، الحقوق اللي احنا مفترض نعمل لهم دي علينا نحن، انت بس عليك تسمع وتطيع وتتقي الله سبحانه وتعالى. طيب اديك دليل ثاني، كلامنا احنا عارفينه شويه حار، اديك دليل ثاني برضو. الدليل الثاني قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام؟ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا واثره علينا. المنشط يعني في الامور اللي احنا نشيطين فيها الدايرين، يعني المكره الامور اللي احنا كارهينها، تمام؟ زي مثلا الحاكم يامر الناس مثلا بحاجه الناس ما دايرينها، تمام؟ الحاكم مثلا يزيد سعر حاجه معينه او غيره، ده كله قد يكون خطا واي حاجه ما بننكر الكلام ده، لكن ان فعل ذلك النبي قال في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، يعني لو الامور تيسرت وسهلت زي ما بيحصل في بعض البليان متيسر الامور اكيد دي بطيع، لكن بتكون صعبه لما شنو؟ وعسرنا، يعني لما تتعسر الامور برضو قال شنو؟ الطاعه. واثره علينا، الاثره دي يعني شنو؟ الاثره يا جماعه جايه من الاستئثار بالمال. كيف يعني؟ يعني لما يجي مثلا واحد في التركه زي ابن مثلا ويكون في اخوال للميت، الابن بيحجب الجماعه دي كلهم صح؟ وبيستاثر بالاموال لنفسه بالتركه كلها، بيقول لك استاثر بها. كذلك شنو قال في الحكام؟ يعني وأثرة علينا، يعني الحكام استأثروا بالقروش، ما يهزات عليك الله؟ ما يهل باكتباه في الجرائد، ما عارف واحد عامل له ما عارف اشتري له فندق في دبي، واحد مشتري له أراضي مئات الفدادين في ماليزيا، واحد ما عارف سرق أموال الدولة وطشة، واحد عنده أراضي في فرنسا، واحد عمل واحد، ما يهزات وأثرة علينا، يعني استأثروا بأموال الناس اللي هي ما حقهم وخلوها لهم. قال له وأثرة علينا، تمام؟ ده كله النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ قال وشنو؟
علينا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في كل الأمور دي، حتى لو هم استأثروا بالأموال ما ذلة ولا ضعف مننا، ولكن امتثال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. برضو كذلك أنا أديك حديث ثالث قبل ما أفتح إن شاء الله تبارك وتعالى فرصة للنقاش والفرصة لأخواننا إن شاء الله معانا مشايخ الليلة بإذن الله يدوكم أكثر في الموضوع ده. قال برضو كذلك من الحديث الواردة من عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال فيه الحديث الأخرج مسلم تقريبا، قال عليه الصلاة والسلام: سيكون فيكم أمراء. شوف دي النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب ولكن يعلمه الله تبارك وتعالى الغيب، يبقى ربنا عارف إنه حيجي وقت حيكون فيه أمراء ظالمين، تمام؟ قال عليه الصلاة والسلام: سيكون فيكم أمراء، تمام، قلوب شياطين في شنو؟ في جسمان إنس، تمام؟ فسألوا الصحابة قالوا: ما ندرك أو ما نفعل، من أدرك منا ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا، تمام؟ إلى أن قال: إلا أن يأمروكم بمعصية فلا تسمع ولا تطع في المعصية ذاتها، تمام؟ يبقى علينا واللي احنا بندين به ربنا تبارك وتعالى وبنوصي به والناس كلها، ألا وهو شنو؟ السمع والطاعة، ولكن ألا نطيع في معصية. جاءت معصية أمر بها الحاكم ما بنطيعها، تمام؟ زي بعض المعاصي اللي وردت وما دارين ندخل في الباب ده كثير، ما علينا بالسمع والطاعة فيها. حكومة فتحت ساحات بتاعة موالد، نحن ما معناه نمشي طوالي خلاص على السمع والطاعة، لا لا، الموالد بدعة في الدين. وبنسبة الموارد في ناس، الأسبوع الفات طبعا كنا نتكلم عن المورد هنا في نفس المنبر ده، والحمد لله يعني الناس كتار جدا تقبلت مسألة إنه المورد بدعة، لكن في بعض الناس جونا قالوا: يا جماعة انتوا بتقولوا المورد حرام، عندكم دليل على تحريم المورد؟ انت منو قال لك إنه احنا قلنا المورد حرام؟ منو قال لك؟ في زول ما في زول دخل هنا قال المورد حرام، نحن قلنا المورد بدعة، والبدعة أشد من شنو؟ من المعصية، تمام؟ المورد ما قلنا التحريم ما في العبادات، العبادات دي يا إما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يا بدعة محدثة، تمام؟ نحن قلنا المولد شنو؟ المولد بدعة، تمام؟ ليه؟ لأن المولد عبادة. عبادة كيف يا مولانا؟ المولد هو عيد، والأعياد هي من جملة الشرائع، تمام؟ والأعياد جاية من كلمة عودة، أي يعود ويتكرر، والعيد من جملة الشرائع زي ما أنا ذكرت برضو في المنبر الفات لما جاء الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة فسألوه قال: يا رسول الله، يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية، كان عندنا يومين عيد بنلعب فيهم في الجاهلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم منعهم من الاحتفال وقال لهم شنو؟ قال لهم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، عيد الأضحى وعيد الفطر، تمام؟ فالأعياد من جملة الشرائع، ولا بد من جملة الشرائع أو هذه العبادات من شنو؟ من دليل. وتحدينا كثير جدا من الناس قلنا لهم: يا جماعه ادونا ادله، بعض الناس دخلوا ادونا ادله وما في ادله للاسف، وان كان في دليل مهما كان، زي ما بعضه بيقولوا الا بنعمه الله الا بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وغيره من الادله. في ناس دخلوا وقالوا هذا الكلام ورد لهم الحمد لله جزاهم الله خير اخونا والشيخ ادم النيجيري وبين لهم الادله دي يا جماعه نزلت على منه؟ نزلت على النبي عليه الصلاه والسلام، صح ولا غلط؟ طيب النبي يا جماعه فهمه ولا ما فهمه؟ الأدلة اللي بتقول إنه المولد حلال دي أيا كانت فهمها ولا ما فهمها؟ أكيد فهمها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم آيات نزلت عليه وفهمها، عمله ولا ما عمله؟ احتفل بالمولد؟ ما احتفل. طيب معقولة أنت تفهم حاجات هي ما فهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما بتجي صح؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام احتفل بالمولد، ولا الصحابة رضوان الله عليهم، ولا التابعين، ولا أحد من الأئمة الأربعة، ولا من السلف الصالحين قال بجواز الاحتفال بالمولد، فالمولد بدعة وليس حرام. طيب قبل ما نفتح فرصة إن شاء الله للشيخ محي الدين، إن شاء الله الفرصة مفتوحة للحوار والنقاش زي ما بينا المنبر للحوار والنقاش، والغرض من المنبر هو شنو؟ فائدة الطلاب، فكل من عنده استفسار، عنده مناقشة، عنده كلام انتقاد على كلامنا اللي قلناه وده إن شاء الله في كلام برضو بعده حبابه إن شاء الله فرصة مفتوحة له، اتفضل طوالي.